قال المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة أن منتخب تونس يستطيع بلوغ ثمن نهائي كأس العالم 2022 في قطر. وأضاف بن شيخة في تصريحات للقناة التاسعة أن تونس لديها القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الدنمارك وأستراليا. ما بغاوش، ما حبيناش حنا كما نقول. يدو ماتش الأولين تري جواب. تري جواب. وأستراليا تنجم. أكيد. يا أخي أستراليا راه خير، أستراليا راه ودات البارح فوتبول، كنا نعرفوا أستراليا بلي كونغورو هذا عليك. اش بكم؟ ولا التونسي خاف منهم؟ عمري أول مرة نسمع تونس خايفين من أستراليا أو من الدنمارك أو ال وي وي أو ريكوني سي أون إيكيب أتليتيك سي أون إيكيب فيزيك سي أون إيكيب اللي فيها دي زانديفيدواليتي مي كاين أون رياليتي دو تيران. فرنسا سي تان ماتش ديفيسيل، هذاك ماتش ديفيسيل تقدر تقول راهم لي شامبيون دو موند لي شامبيون دوروب فوالا، هذاك سي ديفيسيل فو جيري لي دو بريميي وهذاك تنساه. اذا جا وقته تنوض فيه ما عرف باليش حرب تنوض فيه.